النهارده هنعمل مشروب حيويه، هو عباره عن خلطه من العصائر المختلفه بديل عن القهوه. في ناس ما بتحبش تشرب قهوه كتير عشان الكافيين ما بقاش تقيل عليهم، بس احنا هنستعمل تقريبا نفس الحاجات اللي هتديك نفس التاثير بتاع القهوه. هنستعمل شاي اخضر، تفاح اخضر، وليمون، عسل، جزر، وبرتقال، وهنستعمل معاهم شويه ميه. شويه شاي اخضر، الكافيين في شاي اخضر بسيط جدا، والتفاح.